مبروكك يا حد مخلف عيال زي دول ويجي له نوم، مش قادر تعمل على مراتك وعيالك شويه انضباط؟ انت مين يا فندم انت؟ حد يخلف عيال تاكل الموز بقشره؟ امال دول لما هيكبروا هياكلوا ايه؟ وانت مالك يا مالك؟ انا اللي متجوز وانا اللي بخلف. ما انت تخلف وانا اشيل همهم ياكلوا الموز بتاعك. نبويه نبويه تعجبي ايه الفلوه مش اي عادي؟ نبويه ازيك يا نبويه؟ عليا النعمه، ما حد هيجيب دماغك ويخرب بيتك غير الوليه اللي اسمها نبويه دي. حد يبقى كده؟ ده انت عندك 30 سنه وتدي 80 سنه يا راجل. ده انا هخلي نهارك اسود. انا عاوز اعرف ده ايه اللي جابه هنا؟ بدل ما تاخدي مراتي ترقصيها، ترقصينا انا. انا اعرف اهز كويس قوي. مش دي العده بتاعتكم؟ اهو. فين النقطه؟ طب اتفضل اطلع للمنادى فوق وانا هطلع نقطك. اه بس اتنقطيني نقطه نقطه زي حنفيه. من هنا ورايح يا تشتركوا غسالة يا تقعدوا بهدومكم وسخة، مش تنضفوا على حساب العالم الغلابة. الله، أنت مجنونة يا جدع أنت ولا إيه؟ أنت اللي مجنونة وستي المجنونة، بتفتري على العالم ليه؟ ثم بتضربيها بالدماغ ليه؟ محدش عنده دماغ غيرك يعني؟ وخلتني اقضي جنبك اجمل ايام عمري. استاذ عبد السلام ارجوك بلاش الكلام ده. مش بايدي يا هانم، خلاص ما بقتش قادر اكتم واخبي بعد عذاب الحب مفضبي. وبعدين يا استاذ عبد السلام ضرب يولد الانفجار. نوافي يا استاذ عبد القول من رب الرحيم. نوال فوق يا اخي، نوال مش فوق، نوال بره. انتوا بتعملوا ايه؟ انا وال نوال انا وال هو مال الله اعلم. احمد احمد انتوا بتعملوا ايه؟ ما 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 احمد فين؟ احمد خرج خرج. احمد احمد استنى يا احمد. احمد هي مالها؟ الله اعلم. هو من هنا يا استاذ، احنا وراه مسافر طويل. يعني يا هو في العماره. مش معقول. قرب يا ابني. انتوا بتعملوا ايه؟ وانت مال اهلك؟ يا اخي ما زي بعضه بقى. الناس دي كلها عرفت باب السر بتاع القصر فين؟ انا مش مطمنه ابدا. وانا قلقان. يلا نشوف بيعملوا ايه. احمد محدش يقرب لي. احمد استنى يا احمد. محدش يقرب لي. احمد سيبوني. انتوا عايزين مني ايه؟ انا نوال يا احمد. لا انتوا جيران. نوال مش كده ابدا. ثم انا مش متجوز الجيران، انا متجوز نوال. انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص يا حبيبي، ما بقاش في جيران، بقيت نوال وبس. هفكر واتكلم بعقل نوال وبقلب نوال وبلسان نوال. حياتنا هنبنيها زي ما احنا عايزين وبالطريقه اللي تسعدنا من غير ما حد يدخل فيها. والولايه اللي اسمها عنايات ملناش دعوه بيها. وكوثر وديدي وبقيه العماره ليهم حياتهم ولينا حياتنا. نوال كنت فين يا نوال؟ حبيب قلبي تعالى. هو ده اللي فتح لي دماغي. ايه؟ يا استاذ اسجن هو اللي سايقه عليك النبي. حاسب هو ده اللي نط على سريري يا فندي. يا جماعه يا جماعه مش كده، مش كده الكلام اللي بتعملوه ده. ايه ده؟ سيبوهم، هما دلوقتي في لحظه من اجمل لحظات الحب. تقطع عني الخلف يا سعد سلام. احسن نهايته. يلا يا ست جمالات. يلا تعالي. بمناسبه الخلف، ايه رايك بعد الجواز؟
استاذ عبد السلام. يا سلام على الناس الكمه لما تنكسف. بالمناسبه دي انا عزمك الليله دي على فيلم فرنساوي اسمه امبيانس، مكسوف كده ليه في شعر العسل. احمد يا حبيبي، ايه رايك لو اشتغل ممثله؟ ممثله؟